هلا بقى فقرة سهلة كتير اسمها توازن السوائل، عبارة عن سرد سريع للأفكار اللي تمر معنا ضمن الفصل. بداية عم أقول لك إنه عندي أنا السوائل لها أهمية كبيرة بحياتنا. فعندي أنا الدم بينتقل ضمن الأوعية الدموية بشيء اسمه حركة النقل بالحمل. حتشوفها هلا كمان. النقل بالحمل. حتشوفها بجوز ما تفهمها، النقل بالحمل. الأوعية الدموية عم تنقل الدم عن طريق شو؟ عن طريق حمله. يعني عم تحمله وتودي لل الجسم. شلون عم تحمله؟ نتيجة الضغط المطبق من القلب. فاليوم موجة عم يعطيني موجة او عم يعطيني نبضة القلب. هي النبضة هي عبارة عن موجة لهذا الضغط يلي عم يعطيني. فكل نبضة هي عبارة عن موجة عم تعطيني ضغط معين عم تحرك لي الدم ضمن الاوعية الدموية بحركة اسمها النقل بالحمل. هذا الآية سرد لك بقى شو رح نحكي ضمن الفصل. قال لك انه الضغط له مؤشر سريري اساسي، يعني ضغط الجسم، ضغط الانقباضي على الانبساطي 120 على 80 ملم طبقي، زيادته ونقصانه بتدلني الى دلالات سريريه معينه، ممكن يكون عندي مريض معين الى اخره. رح ندرس معادله الاستمراريه اللي هي عباره عن تغير السرعه بدلاله تغير مساحه المقطع اللي هي اس بي في تساوي كونسيبت، او هلا عندي اياها اي بي في تساوي كونسيبت. هي عباره عن انحفاظ للكتله، انحفاظ لمعدل الجريان الحجمي. بعدين قال لك رح ندرس معادله برنولي اللي هي عباره عن العلاقه بين فارق الضغط وبين الارتفاع وبين السرعه. ورح ندرس هذا الشيء، يعني شو العلاقه انا عم بدرسهم كسوائل. طب مو اساس ما فيزياء طبيه، شو رح يفيدوني؟ رح يفيدوني كيف رح ادرس واعرف سبب نقص الترويه العابره مرض معين، كيف توسع الشريان وتضيقه عن طريق معادله برنولي. شوف بعد شوي رح ندرسه. عم لك هو عباره عن سرد، يعني اذا تخلص الفصل ترجع على الفقره بتطلع خالص. هي عباره عن هيك يعني شيء خمس فصول. بعدين شو قال لك؟ قال لك رح ندرس التوتر السطحي، وكيف عندي انا التوتر السطحي بيطلع من او بيساعدني بانه ينتقل المي او الغذاء من اسفل من جذور للاوراق بساق النبات. يعني بالنباتات قوه التوتر السطحي الناتجه عن السوائل بتفيدني بصعود المياه. بشو بتفيدني كمان؟ بتفيدني بالاسماخ الرئويه اللي جوات، يعني الحويصلات الرئويه بنهايه المجال التنفسي بتفيدني بالتنفس الشهيق والزفير. رح ندرس قانون بوازوي اللي بيربط لي بين فارق الضغط ولزوجه الدم ونصف قطر الوعاء الدموي وطول الوعاء الدموي، بيربط لي هم كلياتهم بعلاقه واحده. رح نشوف كيف رح يفيدني بالتثفل. وشو كمان رح نشوف؟ رح نشوف ارخميدس وكيف رح يفيدني بالوزن النوعي، قاعدة الخميس كيف رح يفيدني بالوزن النوعي لحتى اكتشف دلالات معينة ضمن البول والدم. اللي هو فقرات القصص اللي عم بدرسهم. بعدين هاي عمل لك مقارنة بين السوائل وبين الغازات. قال لك السوائل بتاخذ شكل اسفل الوعاء، يعني مثلا عندي كاسة 900 لتر مي، عبيتها 50 لتر مي، فالمي بيشغل اسفل الوعاء. بيشغله بشكل كامل، بياخذ الشكل تبعه، شكل اسفل الوعاء، شو ما طلع، ليش اسفل؟ شو يعني اسفل؟ هي يعني اسفل. لها حجم خاص، اكيد لها حجم خاص السوائل، بقول لك غير قابله للانضغاط، صعب الانضغاط والتمدد. لها حجم خاص، بنيه منتظمه على ابعاد قصيره، بالنهايه انا كاسه المي، جزيئات المي حد بعضهم، لو ما حد بعضهم، ما كنت احسن تجمعهم بكاسه واحده. قال لك لها عدد جوار وسطي قريب من عدد جوار وسطي للمواد الصلبه، شو قصده بهذا الحكي؟ قال لك يعني عندي مواد صلبه في ابعاد معينه بين كل ذره والذره اللي حدها بالماده الصلبه. لكل ماده صلبه لها عدد جوار وسطي، يعني ابعاد بين الذرات. فالسوائل لها عدد جوار وسطي قريب من الاجسام الصلبه، قريب ولكن لا يساوي، يعني عم يورجيك انه هي بنيتها منتظمه، الابعاد قصيره، تمام؟ على ابعاد قصيره، من تسمع ابعاد قصيره لها عدد جوار وسطي قريب من عدد جوار وسطي للمواد الصلبه. في قوى ترابط بين الذرات، شو هي اساسها او الاهم قوه اللي هي قوه فاندر فالس، تتناسب عكسا مع ار اس 6. قلت لي لحظه الكتاب مكتوب طردا مع واحد على ار اس 6، نفس الشيء، يعني اذا قلت لها عكسا مع ار اس 6 نفسها طردا مع واحد على ار اس 6. ما عم ناقش شغلات يعني هو بديهي بالنسبه لك. ما سبق سؤال عنها ولكن برايي انا مشهور سؤال. قوى فاندر فالس، قوى الترابط في السوائل تتناسب اربع خيارات عكسا مع ار اس 6، طردا مع القوه السادسه للبعد مثلا بين الذرات، عكسا مع القوه الخامسه، اي عكسا مع القوه الرابعه. فسؤال حلو برايي، مشروع سؤال ما سبق سؤال عنه ولكن مهم يسأل.
صعبة الانضغاط وقت ما بدك تحكي عن هذا الشيء ما فيني انا اطبق عليها اجهاد مماسي اجهاد طولاني الى اخره. في عندي تغير بالحجم نتيجه تغير الضغط مثل مثلا القلب عم يعطيني نبضه موجه هي عباره عن النبضه هي عباره عن موجه للضغط اللي عم يطبق على الاوعيه الدمويه حتى يصير عندي نقل بالحجم. اما هي صعبه الانضغاط او التمدد. قال لك كشفنا عن هي الخواص عن طريق انعراج الاشعه السينيه. معلومة غالية أهمية بفصل الأشعة السينية شفنا كيف إنه عن طريق الأشعة السينية انعراجها على الذرات على البلورات حسنا نحسن نكتشف أبعاد الذرات نحسن نكتشف خواص معينة أصلا بنية الـ DNA اكتشفوها عن طريق الأشعة السينية. الأشعة السينية اكتشفوا الخواص تبعها ما بعرف شو بعدين طلع هيك اكتشفوا قوة التوتر السطحي ومعامل الزوجة و إلى آخره. معامل الزوجة بحالة الحركة عوامل المرونة بحالة ساكنة اتفقنا. غاز عاطفة طلع بس أول صفر انه هي تشغل كامل ارجاء الوعاء ما كفالك المقارنه ولكن فينا نستنجر لحالنا احنا هي لها حجم خاص هي ما لها حجم خاص تمام ليس لها حجم خاص تشغل كامل ارجاء الوعاء مثلا بالغرفه الغازات لها حجم خاص غازات وين بتحسن توصل الغازات رح توصل اذا ما لها حجم خاص تشغل كامل ارجاء الوعاء او الغرفه الموجوده فيها بنيتها منتظمه على بعض تصير بنيتها غير منتظمه والابعاد كبيره البعد بين كل ذره وذره بين كل جزيء وجزيء بالهواء يعني هلا تجيب هواء مثلا بدي اطلع وين في عندي جزيئات مثلا او اثنين فالابعاد جدا بعيده مقارنه بالسوائل اللي عدد الجوار الوسطي تبعها قريب من عدد الجوار الوسطي لا الاجسام الصلبه تخيل يعني هي ليك قديش في بعد بين ذره وذره مرتبه الانجسترون بالفصل هي علم فصل اول فالابعاد منتصمه بالسوائل قريب من الصلبه هون البنية غير منتظمة والأبعاد كبيرة. هون في عندي قوى ترابط ما أنا مهملة. قال لك لم كتب لك هون لم تعد مهملة. معناتها شو قصده؟ معناتها قصده هون إنه قوى الترابط مهملة. ما في عندي قوى ترابط بين أكسجين وأكسجين بالهواء. بين CO2 وCO2 بالهواء. ما في عندي قوى ترابط مهملة. إذا في فهي مهملة. صعبة انضغاط التمدد. فينا نستنتج إنه هون سهلة الانضغاط قوى التمدد. أي هي بكل بساطة. إذا الفقرة بشكل سريع عندي الأوعية الدموية بتنقل الدم عن طريق شيء حركة اسمها النقل بالحمل. عم تنقل الدم عن طريق حمله شلون؟ عن طريق النبضة اللي بتجي من القلب هي عبارة عن موجة عم تعطيني ضغط ف عم تحرك لي الدم ضمن الأوعية الدموية. قال لك شو الضغط له دلالة سريرية معينة ضغط انقباض انبساطي ما لازم يعلى ويوطى له مجالات معينة 120 على 80 فقرة على حدسة حكى لك سرد سريع للشغلات اللي حكيها معادلة استمرارية معادلة برنولي باندر عفوا أرخميدس قوة التوتر السطحي وقانون البوازوي شو فوائدهم كلياتها رح ندرسها في فقرات مخصصه. بعدين مقارنه بين السوائل والغازات، السوائل لها شكل اسفل الوعاء لها حجم خاص بنيه منتظمه على ابعاد قصيره مرتبه او عدد الجوار الوسطي قريب من عدد الجوار الوسطي للاجسام الصلبه، قوى الترابط موجوده لم تعد مهمله مثل فاندر فالس تتناسب عكسا مع قوة السادسه للبعد بين الذرات او طبعا مع واحد على مع واحد على أقصى نفس الشيء صعبة انضغاط التمدد كشفنا على الخواص تبعها نتيجة انعراج الأشعة السينية الغازات تشغل كامل أرجاء الوعاء اللي موجودة فيه وبالتالي ليس لها حجم خاص غير منتظمة الأبعاد بين الذرات كبيرة أو جزيئات كبيرة قوى مهملة وهي سجلت الانضغاط والتمدد هيك بنكون خلصنا على فقرة توازن السوائل.